عليه هو الدايفيرجن بتاع الليفت اللي هو في الايمج والبي تاج ده، والدايفيرجن ده انا مش عايز اعمل له اي حاجه غير ان انا اقول له فلوت ليفت، اقول له فلوت ليفت وعايز اعمل بوردر الايمج بنفس لون الديف بتاع الناف بالهاش ساين ليفت ايمج، يعني الايمج اللي جوه الليفت هاش ساين ليفت اي ام جي تو كيري باكيتس، وجوه عايز اقول له اعمل لي بوردر من جميع الاتجاهات يكون الوينس بتاعه 5 بكسل ويكون سوليد ويكون اللون بتاعه بعضي سيمي كولون. بص على الديزاين في الحالة دي هلاقي فعلا الخط نزل لي حوالين الايمج. طيب عايزين نخلي التكست او البي تاج اللي تحت الايمج يبقى في النص، فهقول ايه؟ هقول له هاش ساين ليفت، اقول له تكست الاين سنتر كنترول اس، وتعالوا مرة نبص على البروسر هلاقي فعلا نزل لي البي تاج في النص، ولكن انا كنت عايز اخلي البي تاج ده بعيد شوية عن الايمج، فممكن اعمل له بادنج من جميع الاتجاهات. فهاجي هنا وهقول له بادنج من جميع الاتجاهات 5 بكسل سيمي كولون كنترول اس اف 5، هلاقيه بعد شوية فعلا. هندخل بعد كده على المين دايفيرجن، عايزين نخلي المين يبقى فلوت رايت ويبقى الويتس بتاعه 430 بكسل والباك كولر بتاعته تبقى او يبقى باللون الرمادي ده، ويبقى فيه بادنج من جميع الاتجاهات 5 او 10 بكسل اسف. فهقول هاش ساين مين فلوت رايت الويتس 430 باك جراوند كولر. طيب عايزين نخلي الباك جراوند كولر ايه؟ نفتح الصفحة بتاعتنا ونفتح البرنامج بتاع الكولر بيكر، واقف هنا هلاقي الكود بتاعها F2 في التلاتة فاليو ال RGB، فهاجي اقول هنا هاش ساين 3F2 هاش ساين. تعالوا نشوف الصفحة بتاعتنا F5 هلاقي فعلا حصل لها فلوت رايت ويبقى الباك جراوند بتاعها باللون الرمادي. تالت حاجة هقولها له خلي فيه بادنج 10 بكسل من جميع الاتجاهات، بادنج 10 بكسل سيمي كولون كنترول اس F5 مظبوط. راجع تاني اقول له خلي البي تاج اللي جوه المين اللي هو فين البي تاج، البي تاج يعني انا بتكلم على الكلام ده، عايز اخلي الكلام ده يدخل لجوه شويه تحت الهيدر. فهعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق ان انا هقول له المين او الدايفيرجن اللي اسمه مين هات البي تاج اللي جواه واعمل له بادنج ليفت، مش هنا ده الليفت، هعمل له بادنج ليفت 20 بكسل هاش ساين مين بي بادنج ليفت 20 بي اكس سيمي كولون كنترول اس. نرجع البيج لاي اوت F5 هلاقي انا ماشي تمام. هنتكلم بعد كده على الدايفيرجن بتاع الرايت، كل ده عايزين نخليه يبقى فلوت رايت زي ما انت شايف كده، كل ده فلوت رايت. تعالى نفتح الايمج اللي احنا موضحين فيها الدايفيرجنز، احنا عايزين نتكلم دلوقتي على الرايت دايفيرجن. فالرايت دايفيرجن ده هتعمل له ايه؟ زي ما انت شايف كده اول حاجة هتعمل له فلوت رايت وهتعمل الويتس بتاعه يبقى 450 بكسل والمارجن باتوم من تحت عايزين نعمل له مارجن 40 بكسل. فبكل بساطة هنرجع نقول هنا هاش ساين رايت فلوت رايت سيمي كولون الويتس
450 بيكسل. مارجن باتوم 40 بيكسل. وممكن دلوقتي اسيف وافتح الصفحة بتاعتي تاني على الدايفيرجن ده واعمل له فلوت رايت، واخلي الويتس بتاعه يبقى 210، واخلي الكالر بتاعه او الباك جراوند كالر تبقى بنفس اللون الرمادي ده. فهنيجي نتكلم على الهاش ساين رايت ال 210 فلوت ليفت باك جراوند كولر هاش ساين، اتفقنا ان هو هيبقى نفس اللون اللي فات. هنعمل المارجن يبقى 30 بيكسل من فوق ومن تحت، ويبقى صفر من اليمين والشمال. وعايز اقول لك حاجة، مش لازم القيم تبقى هي دي، يعني انت بتكتب القيم اللي انت عايزها، القيم بترجع للشكل اللي انت عايز توصله في النهاية، ولكن الشرط الوحيد ان لازم القيم تبقى كلها متوافقة مع بعض. انا ليه بكتب الحاجات دي او بكتب القيم على طول مرة واحدة؟ لان انا عامل الصفحة دي قبل ما ادخل اعمل الفيديو ده والقيم كلها قدامي. بعد ما عملت قيم كلها متوافقة مع بعض بدخل اكتبها لتاني مرة قدامك. ناقص حاجة واحدة، هعمل البادنج صفر من فوق وتحت وخمسة بيكسل من اليمين والشمال سيمي كولوم، ومتنساش تقفل الكيرلي براكت، وندوس كنترول اس ونرجع اللاي اوت. فش هلاقي القصة اتظبطت إلى حد ما. هنا عايز أعمل الكلام ده كله لنفس الليف ده، فممكن أخد كل القصة دي كوبي وأعمل لها هنا بيست، وأغير بس ال ال دي أخليها ار. وفي حاجة مهمة لازم تغيرها، الفلوت يبقى رايت كنترول اس اف 5. تمام جدا. طيب تعالوا نشوف المشاكل اللي باقيه لنا في الصفحة دي. أول حاجة أنا عايز ال H1 يبقى الفونت سايز بتاعه كبير كده شوية، ويبقى في بادنج حواليه يعني بقيمة معينة. فأنا اخترت إن أنا أعمل ال H1 الفونت سايز بتاعه XX large والبادنج 10 بيكسل. إحنا بنتكلم دلوقتي على HTML تاج، فمش محتاج أحط هاش ساين في ال CSS، ويفضل إن أنت تطلع تعمل الكلام ده فوق وتقول له H1 على طول الفونت سايز بتاعه لو نزلت تحت شوية هتلاقي XX large سيمي كولون، البادنج يبقى 10 بيكسل من جميع الاتجاهات سيمي كولون، واقفل الكيرلي باكت كنترول اس اف 5. اسف اف 5 مش هنا، اف 5 هنا. هلاقي الهيدر بتاعي فعلا نفس الشكل. طيب تعالوا نخش على الجزئية اللي بعد كده. البي تاج اللي هيتطبق على البي تاج ده هيتطبق على البي تاج هنا وهنا. فعايز اخلي الفونت فاملي بتاعه قايل، ما يبقاش تايمز نيو رومان زي ما انت شايف. الفونت فاملي بتاعه قايل، واقفل الكلام ده، بس هضيف هنا سيمي كولون كنترول اس اف 5. هلاقي الموضوع اتظبط معايا. طيب كان ده H2 تاج صح؟ فعايز اخلي ال H2 الفونت سايز بتاعه اكس واحدة، اكس لارج واحدة، والبادنج يبقى 10 بيكسل برضه زي هنا. فهنزل تحت ال H1 ده واعمل H2، وممكن اخد الكلام ده كله كوبي واعمل له بيست هنا، واشيل اكس بس من هنا كنترول اس اف 5. الباك جراوند بتاعتي اتظبط. لو بصيت دلوقتي على الديزاين او على البروسيسور هتلاقي الكلام لازق في بعضه، فانا مش عايز القصه تبقى بالشكل ده. انا عايز ادخل جوه كل من المين بي والرايت بي واعمل لهم اللاين سبيسنج بتاعهم يبقى 25 بيكسل. فتعالوا نبدا بالمين بي اللي عندنا هنا، وهقول له اللاين هايت، وانت لو كتبت ال اي ان بس دوس انتر 25 بيكسل سيمي كولون ديزاين فيو. تمام، نعيد الكلام ده للدايفيرجن اللي شايل دول، فهاجي
بعد رايت دي عايز ازود رايت بي واقول له لاين هايت 25 بكسل، ظبطت معايا. هبدأ ادخل اتكلم بقى على كل من البي تاج، البادنج بتاعه بادنج ليفت يبقى 20 بكسل عشان يبقى نازل تحت الباك جراوند دي، ويبقى التكست الاين بتاعه جاستفاي، لان انت لو تاخد بالك شايف الخط ده منتهي هنا، او السطر ده اسف منتهي هنا والسطر ده منتهي هنا، فاحنا عايزين ننهيهم بنفس الويتس، فده اسمه لاين جاستفاي او الاين جاستفاي. هاجي على الكود وهدخل جوه الرايت بي، فهاجي على الرايت بي تكست الاين جاستفاي، فهقول بادنج ليفت 20 بكسل سيمي كولون. فكده القصة بتاعتي اتظبطت جدا. احنا كنا عاملين البادنج صفر من فوق ومن تحت وخمسة بكسل من اليمين والشمال، ممكن تخلي الخمسة بكسل دي تبقى 10 بكسل عشان يبقى الشكل احسن مش اكتر. انا هنا قابلت مشكلة عدم بقى توافق القيم اللي انا بكتبها. ليه عدم توافق القيم؟ لان الويتس هنا كان محسوب ان يبقى واخد الجزئين دول، ولكن لما الويتس بتاعهم زاد اصبحوا ما ينفعش يجوا جنب بعض، فنزلهم الشكل اللي انت شايفه ده. فاحنا عشان نرجعهم تاني جنب بعض، يا اما تيجي على الدايفيرجن ده وتزود الويتس بتاعه، بس لازم تاخد بالك ان انت لو زودت الويتس بتاع الدايفيرجن ده تزود الويتس بتاع الدايفيرجن ده عشان يفضل الشكل اللي معاك متناسق. فهنيجي على الكود وهنبص على الصورة بتاعتنا الأساسية عشان أفكرك بالديفز دي كانت شكلها عامل ازاي. أنا عايز أزود دلوقتي الويتس بتاع المين وعايز أزود الويتس بتاع الرايت. أنا لما زودت البادنج 5 بكسل في كل واحدة من اليمين والشمال، يعني كأني قلت لده زيد 10 بكسل ولده زيد 10 بكسل، فالمشكلة حصلت لي لما زودت العشرين بكسل دول في الويتس. فأنا هاجي هنا وأزود 20 بكسل وهاجي هنا وأزود 20 بكسل، فهبص على الهاش ساين مين، هاش ساين مين هي دي، وهقول له خلي الويتس بتاعك 450، وهاجي على الهاش ساين رايت زي ما انت شايف كده، واخلي الويتس بتاعها 470، وهبص على الديزاين فيو هلاقي الدنيا اتظبطت معايا تاني. كنترول اس، ممكن نلقي نظرة كده على جوجل كروم نشوف الشكل هيبقى عامل عليه ازاي. كده تمام. كنت عايز اعمل هنا اللاين هايت برضو عشان اوسع واقدر الكلام ده، فممكن اجي على الكود وهتكتب بقى اللاين هايت هنا فين. مفيش مانع ان احنا نبص على الايمج بتاعتنا، عايزين نخش على المين البي تاج اللي جوه المين، فهاجي على البي تاج او مين هاش ساين مين بي تاج، وهقول له خلي اللاين هايت. شفت بقى انا كاتب هنا فعلا اللايت هاي اللاين هايت كان 25 بكسل، ولكن ما كانش متنفذ ليه؟ لان دي مكتوبة من غير الهاش ساين. فهنضيف هنا الهاش ساين، هندوس كنترول اس وهنشوف هيتحل معانا ولا لا. فعلا اتحلت معانا. مفيش حد طبعا يجي دلوقتي يحلل لنفسه ان هو يغلط، فمش عايزك يعني ما تصدق. وطبعا كده ناقص لنا الجزئية بتاعة التكست بوكس اللي بالشكل ده. هنضيف تكست بوكس وهنضيف باتون جوه الدايفيرجن اللي اسمه سيرش. لو انت تذكرت هنا الدايفيرجن اللي اسمه سيرش ده، هنضيف فيه تكست بوكس وهنضيف باتون جنب بعض. فالكلام ده هنضيفه من خلال ال HTML، وهتدخل جوه الدايفيرجن بتاع السيرش، هندوس تاب وطبعا الفورمز دي هتتشرح بالتفصيل، ولكن احنا هنضيف دلوقتي التكست والباتون عشان نشوف السهولة اللي ممكن نضيف بيها الاليمنتس اللي زي دول. فكل الحاجات اللي احنا هنكتبها بين حاجة اسمها الفورم تاج، فهفتحه واقفله، هو ده لونه المظبوط. والتكست بوكس اللي احنا عايزين نضيفه ده المستخدم بيدخل فيه او بيكتب فيه داتا وبيدخلها للكمبيوتر. اذا عايز اقول input والانبوت تايب السيرش،
والفاليو برضه هتبقى سيرش. واقفل التاج ده وهاجي اضيف البطن، اقول له برضه انبوت، والانبوت تايب بطن، والفاليو يعني الكلام اللي هيبقى مكتوب فوقيه سيرش. واقفل التاج وممكن ادوس كنترول اس دلوقتي وابص على البيج بتاعتي، الاقي فعلا نزل لي التكست بوكس وجنبه السيرش باتون. ولو تلاحظ ان اتكتب هنا سيرش، طب دي كتبت ليه؟ لان انت كتبت في الفاليو بتاعت التكست بوكس سيرش، زي ما عملت في الفاليو بتاعت الباتون سيرش فكتب فوقيه سيرش. انت مش محتاج تكتب فاليو هنا. فلو دوست كنترول اس دلوقتي ورجعت البيج بتاعتك هتلاقي دلوقتي ممكن اكتب هنا على طول. طيب هنتحكم ازاي في الويتس بتاع التكست بوكس ده؟ انا اولا عايز اطلع من الدايفيرجن. انا للاسف كنت بكتب كل الفورمز دي او كنت حاطط الدايفيرجن بتاع السيرش جوه الرايت دايفيرجن، فلو خدت الكلام ده كده كات وعملت له هنا بيست عشان اطلع بقى الليف بتاع الرايت. يعني انا عايز اقول لك ان انا دلوقتي كنت بكتب في الديف ده عشان كده طلعت لي تحت هنا، فانا لما طلعت من الديف ده ودخلت جوه الديف بتاع الباج هتطلع لي تحت. فلو عملت دلوقتي كنترول اس وجيت على اللاي اوت بتاعتك عملت ريفريش للصفحه هتلاقيها هي المفروض تطلع تحت، ولكن هي ليه طلعت هنا؟ عشان انا لازم اظبط خاصيه للسيرش دايفيرجن وعايز اقول له كلير بوس، يعني فضي يمين وشمال، ولا اقول له فلوت رايت ولا فلوت ليفت. وهبدا اضيف هاش ساين واقول له سيرش كلير بوس سيمي كولون كنترول اس F5 الاقيها نزلت لي فعلا. طيب عايز اتحكم في الويتس بتاع التكست بوكس ده F5. تالي كده انا وصلت بشكل للاي اوت الاصليه بتاعتي. طيب تعالوا نرجع نبص على البيج الاصليه ونشوف ايه الفروق بيننا وبينها. لو بصيت على اللاي اوت 2 هلاقي فيه اختلاف بسيط، بس ان انا هنا كان البي تاج كان اسف الاي تاج ده محطوط في النص. فتعالوا ندخل كده على السي اس اس مظبوط كده. ممكن اخد الكلام ده كوبي اعمل نفس القصة بس للرايت اور، فاخد الكلام ده كوبي وبيست واقول له رايت اور كنترول اس. تعال نبص على البراوسر هلاقي مفيش اي مشكلة واللينكس بتاعتي نزل. طيب في حاجة تانية ناقصة، قال لك في يعني كلام الاليمنتس اللي جوه الديف ده والله هي مش لازقة قوي في الفريم بتاعه كده. انا كنت عامل من فوق ومن تحت البادنج صفر، فممكن اعمل من فوق ومن تحت البادنج 5 بكسل واعيد الكلام ده برضه في الرايت اور اعمل البادنج من فوق ومن تحت 5 بكسل واشوف كده في الديزاين كده احسن كتير. ممكن اعمل بادنج للاي تاج اللي هنا بحيث انه يبعد شوية زي ما هو بعيد هنا كده. ممكن اجي على المين بي واعمل مارجن باتوم تبقى 30 بكسل سيمي كولون. ابص على الديزاين كده على البيج بتاعتي دوست F5 فكده تاني مفيش اي فروق بيني وبين البيج دي. واتمنى ان انت لو عندك اي اسئلة باستثناء الفورم تسأل فيها، لأن الفورمز دي هنعملها إن شاء الله فيديو مخصوص بيها عشان نشرح الفورمز دي بعد ما نخلص كل الجافا سكريبت اللي احنا عايزينه، وعشان الفورمز دي مش هيبقى ليها معنى إلا لما تكون فاهم جافا سكريبت. في حد هيجي يقول لي طيب جوجل اللي أنا شايفها دي أجيبها منين؟ فجوجل دي هتشتغل معاك لو السايت بتاعك published على ويب سيرفر، ولكن مش هتشتغل معاك لو كنت انت قاعد اوفلاين زي كده، فلو كتبت فيها اي حاجة مش هتشتغل معاك.
فتعال نشوف كده البيج سورس بتاعنا، هتلاقيني عامل هنا جوجل اهي، ممكن تاخد الكلام ده كله لغاية الدايفيرجن ده، بيست كنترول اس، نرجع للصفحة بتاعت لاي اوت F5، هتلاقي فعلا ديسيشن زي التوفيق ان شاء الله.